بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ومحاولات شرعنة الغزو الأجنبي لبلادنا الحبيبة وارتهان المجلس الرئاسي لقوة تهدف إلى زعزعة وأمن واستقرار ليبيا وسلب القرار الوطني عليه، أعلن انحيازي الكامل لشرعية الشعب المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية الممثقة عنه. وهنا يتوجب القول والتأكيد على أنني أمثل دولة ليبيا بجميع أطيافها وكافة مناطقها، كما أدعم جيشنا الوطني في حربه ضد الإرهاب والميليشيات والخارجين عن القانون، على أن يؤدي ذلك إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة تفسح المجال لقيام دولة القانون والمؤسسات واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والدخول في مرحلة استقرار وازدهار دائم إن شاء الله. عبد الله بشير، القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا في النيجر. عاشت ليبيا حرة أبية، حفظ الله ليبيا من كل سوء.